يعني من من قرأ حرفا من كتاب الله عشر حسنات يضاعف الصدقة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف من قتل وزغ من أول ضربة فله مئة حسنة كل خطوة تمشيها إلى الصلاة تكتب حسنة تمحى سيئة ترفع درجة وهكذا إلا الصيام قال فإنه لي وأنا أجزي به فلا تعرف الملائكة كم أجر, كم كم أجر الصيام خلص اكتبوه كما هو يوم القيامة يجزي به عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به من شرفه عنده لأنه سر سر لأنه سر بينك وبينه لا يطلع عليه إلا هو النية خفية ممكن واحد ينوي الإفطار لكن الصيام عبادة تركية فيها ترك لكن ترك لله ترك لله وكذلك فإن هذا الصيام فيه كسر النفس لله التواضع لله وعدم التورط فيما يخرق الصيام غيبه كذب اكل مال حرام ظلم ومن العجيب ان بعض الناس يتحرز من الغبار ومعجون الاسنان وبقايا السواك ويسال عن تفاصيل التفاصيل و ثم لا يتحرز لا يتحرز من ظلم العباد اكل الحقوق الاعتداء كيف هذا لابد ان يدفعنا لابد ان يدفعنا الصيام الى حفظ حدود الله. ونحن في صيامنا نخاف الله ونحب الله ونرجو الله. نحب على ما انعم علينا ومن النعم هذه العباده لانه في رزق الابدان ورزق الاديان. ونخاف الله فلا 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 نخرق صيامنا. وكذلك نرجوه يعني نحتسب الاجر والثواب عنده والمؤمن عنده حسن ظن بالله عنده حسن ظن بربه وهذه عباده عباده يشترك فيها القلب وكذلك الجوارح التي تمسك وتصوم فيصوم سمعك عن الحرام ويصوم بصرك عن الحرام وتصوم يدك عن بطش الحرام ورجلك عن مشي الى الحرام ويصوم الفرج عن الحرام فإذا كان هو <applause> إذا كان هذا المسلم الذي يمنع نفسه عن أشياء كثيرة لله قد بلغ هذا الشهر يرجو رحمة ربه ونحن نهنئ انفسنا ببلوغ شهرنا ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله عاما مباركا وشهرا مباركا وعباده مباركه وشهر نصر وعز وفتح للاسلام والمسلمين. كنا نتشوق للشهر فها قد بلغناه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه يقول قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة ويغلق ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين إذا أعاننا على العبادة فالليلة هذه فتحت أبواب الجنة الليلة هذه غلقت أبواب النار الليلة هذه صفذت مردة الشياطين ولا شك أن الشر في رمضان أقل من غيره وان الشياطين في رمضان لا تصل الى ما تصل اليه خارج رمضان ولا تتمكن من عمل مثل ما كانت تعمل من العمل مثل ما كانت تعمل خارج رمضان قبل وبعد ونحن في استعدادنا وتهيئنا لشهرنا واقبالنا على ربنا فاننا نغرس الان نغتنم الشهر هذا وقلنا فلتكن لنا فيه قراءات للقرآن منها ختمة مترسلة فيها تفسير قراءة التفسير والتدبر وختمة سريعة فيها مراجعة الحفظ وفيها أكبر قدر ممكن من التلاوة وختمة ثانية إذا أردنا فيكون لنا فيها شيء للتدبر والمدارسة وشيء لكثرة كثره التلاوه وكذلك في كل ليله من ليالي رمضان لو استطعت يا عبد الله يا مسلم يكون لك مدارسه مع اهلك او احد اصحابك فان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع جبريل عليهما السلام فعل مع جبريل عليهما السلام آه ولننتبه يا اخواني من قطاع الطرق ونصوص رمضان الذين يريدون ان يحرفون عن طريق ربنا وأن يذهبوا بنا عن سبيله وأن يخرجونا عن جو رمضان وخشوع في رمضان وعن الايمان وزياده الايمان بإلهائنا بالترهات والسفاسف والمعاصي ونحن في ليله في الليل وفي النهار نعبد ربنا سبحانه وتعالى وليس فقط في النهار نعبد وفي الليل نعصي وكذلك الله الله في الفرائض <applause> فان بعض الناس يحافظ على التراويح ويضيع صلاه الظهر ما يصلي الظهر الا بعد العصر يفوت الظهر هذه فريضه والتراويح نافله لا يجوز ان نضيع الفرائض ابدا نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا وان يتوب علينا وان يصلح شاننا